مسيرة وطنية ستنطلق يوم غد من باب سعدون بالعاصمة وصولا إلى ساحة الاعتصام ببردو. المسيرة دعا إليها ائتلاف حراير تونس اليوم وكل منظمات المجتمع المدني بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. المسيرة سلمية حاشدة تنطلق 6 متاع العشية من ساحة باب سعدون باتجاه ساحة باردو، والمسيرة هذه دعينا كل المواطنين والمواطنات التوانسة اللي يغيروا على بلادهم واللي هما مع المجتمع مع المحافظة على مدنية الدولة ومع إرساء دولة ديمقراطية اجتماعية يكون فيها معناتها الكرامة والحرية والعدالة مضمونين. كل مواطن يلقى روحه في النداء هذايا ما ينجم كان يكون معانا ويكون ينضم منا في المسيرة هذية اللي طالب بمدنية الدولة وبتعزيز ودعم جميع مكتسبات المرأة وتطويرها. ائتلاف حراير تونس عبر عن ضرورة التمسك بقيم الديمقراطية والمواطنة والمطالبة بالمساواة الكاملة واحترام حرية المرأة وحقوقها إلى جانب المحافظة على مكتسباتها. ما نش باش نخافوا، مازلنا مواصلات النضال من أجل تحقيق أهدافنا كنساء في مجتمع متساوي، لكن أهدافنا في تونس، الثورة تونس اللي تلبي مطالب الشعب التونسي اللي خرج يوم 14 جانفي وقال ديجاج بن علي. اليوم الكلنا مجتمع مدني كلنا نقولوا لا، الكلنا نحتجوا، الكلنا نوقفوا كل مع بعضنا ضد العنف وضد الاغتيالات. هذا وقد عبر الائتلاف عن الدور الكبير الذي لعبه في عديد المناسبات من أجل ترسيخ المساواة التامة والمواطنة الكاملة والمحافظة على حقوق المرأة باعتبارها شريكة في النضال وشريكة في القرار.